بسم الله الرحمن الرحيم. مقال بعنوان النعيم والجحيم من كتاب العلاقات الزوجية. النعيم هناك في العالم الآخر، وعلى الأرض لا يوجد سوى الجحيم، وبدرجات مختلفة حسب المعادلة الآتية: كلما كان هناك رغبات ازداد الجحيم، وبمقدار فعل الخير يتناقص. فالرغبات غير المشبعة تبقيك مضطربا، غير راض تدفعك هنا وهناك، بينما الكنز الأثمن هو القناعة. إن عدم القناعة يجعلك تعتقد أنك ربما كنت ستحصل على الشريك الأفضل، أو أنك ستجده يوما ما، بينما القناعة تعطيك شعورا بأنك وجدته. الإنسان الراضي يخلق لنفسه الجنة على الأرض. وكيف تحصل على هدية القناعة الرائعة؟ بقيامك بعمل الخير. إذن فينا نقول على هامش هذا الكلام، اللي وصل ليكون بحالة قناعة أي رضا، هي مكافأة ربانية كبيرة، وفعلا تأتي نتيجة عمل الخير، لأنه عمل الخير يذيب منا أحمال كارمية، أحمال ذنوب عاملة وصمات سوء بنفوسنا، فبالتالي كانت تمنعها من القناعة، كانت تمنعها من التناغم والانسجام مع الإرادة الربانية. أما الآن نتيجة عمل الخير يصبح هناك قناعة ورضا، وهي مكافأة. إذن كيف تحصل على هدية القناعة الرائعة؟ بقيامك بعمل الخير، فعل الخير ومساعدة الآخرين وتأدية الخدمة لهم، تجعل القناعة تستقر تلقائيا في نفسك على مر الزمن. وكلما كانت خدمتك مكرسة وخالصة لوجه الله، تستقر القناعة بسرعة أكبر في نفسك. ابدأ بالبحث في داخلك، وافضح لعبة حواسك ورغباتك وأفكارك، فهذه خطوة هامة وحاسمة نحو القدرة على العطاء. يجب ألا تفوت فرصة مواجهة نفسك بفضل شريكك. اقبل التحدي، لا تفوته. تبع الطريق، فشريكك هو الله أيضا، لأنه سيعيدك إلى الإله الموجود بداخلك عاجلا أم آجلا. وحده دون غيره في العالم تقريبا يبين لك بوضوح ضرورة عدم توجيه نظرك للخارج. هذه الخطوة التي ستقوم بها حتما في يوم من الأيام، هذا هو القانون الكوني الجوهري الذي يحدد تجسداتك العديدة، وهو أيضا معنى تطورك، أي إماطة الحجاب عن ذاتك، أي في يوم معين وبفضل الكارما الإيجابية التي خلقتها لنفسك عبر أعمالك الصالحة، ستجد الله فيك، وستلاحظ أنه كان دوما فيك ولكنك بحثت عنه في مكان آخر. لهذا يمثل شريكك درب الرجوع الهام نحو الله، لأنك بحبك له تبحث وتشعر وتختبر أيضا ودائما الإله الذي فيك. وهكذا يمثل شريكك الجسر الحتمي بين العالم الخارجي وعالمك الداخلي، ومن خلاله تختبر شيئا جديدا في لحظة أو أخرى، شيئا له أبعاد فائقة لن يتركك بعد الآن. وهنا يبدأ الطريق الذي يقودك نحو سعادتك الحقيقية من خلال المعاناة. فالإله الذي
تختبره في شريكك، مقصود أي الإرادة الإلهية، الإرادة الإلهية التي تختبرها في شريكك يذيبك في الحب والتضحية والسعادة. هذا الإله تمزجه مع شريكك وتعتقد أنه منبع غبطتك وأنه كل ما تبحث عنه، لكنه ليس كذلك. ما هو إلا وسيط، وبكونه وسيطا مشروطا فهو محدود وغير كامل وغير مقنع، وهذا ما ينطوي على الخيبة بالنسبة لك. فأنت اعتبرت شريكك إلها، وعشت معه على هذا الأساس، ثم شعرت ذات يوم بأنه ليس الله وإنما انعكاس الإله. لم تنظر للشمس بذاتها وإنما لانعكاسها الساحر، للقمر مثلا. وفي اللحظة التي واجهت فيها هذه الحقيقة فضلت الهرب واقتنعت أنه ليس الشريك المناسب لك، بل هناك في مكان ما شخص يناسبك أكثر بكثير، ولديه بالتحديد ما تفقده في شريكك. أي المقصود، نتيجة التعلق الصنمي بالشريك وتحديد الغبطة الإلهية به، هي بالمستويات العالي، تحديد كل الوجود بشخصه غير التنامي بالوعي نحو علاقة روحية حقيقية، والعلاقة الروحية تحتم قبول السالب والموجب طبعا، المسرة والمضرة، المدح والذم، الخسارة والربح. إذن نتيجة عدم هذا التنامي بيتفاجأ الإنسان بمرحلة عمرية ما إنه الشريك فعلا مش هو المنشود كإله، بل هو انعكاس عن إله، فبيعتقد إن هناك شريك آخر ممكن يلاقيه بمكان آخر، فبيبحث، خصوصا مع هالنت يا ما عم يبحثوا وعم يلاقوا توأم الروحي أيضا على النت، شركاء افتراضيين أيضا، وبوهموا على أنفسهم وبعيشوا هاي الخيبة من جديد، بدلا من التنامي بالوعي، الاختبار الإله بالذات، نفتش عنه بانعكاس عن باقي الذوات، وصار في عنا هون الآن عالم افتراضي كثير متاح، فعم نشوف فيه مش بس مشاكل، اللوات كثيرة، وياما أكثر دوائم الروحية صارت باسم نفس العلاقات، وهي كلها انعكاسات براقة تؤدي للخيبة. هي اسم الإرهاصات الأثيرية التي تؤدي للخيبة. فبالتالي هو لما بيقصد أنه ستفتش بمكان آخر، هي عدم القناعة بالموجود، بصير الإنسان يفتش عن سعادة أخرى في أماكن صنمية أخرى، وليس بداخل مركزية ذاتي وبداخل الاستقامة. ما عم ينطلق من القاعدة اللي بتقول أول خيوط النور للنفس العرفانية أن ترضى حيث وجدت. فبتوقع هون بكفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.